بين المناجر عبد العزيز اللي نحييه بالمناسبه ونشكره اللي عاوني بزاف. هو عنده لاعبين يعني ود حنود، نحن عنده لاعبين في وفاق سطيف، واللي قلت لك بالمناسبه نحييه ونشكره اللي قدر باش يقنع اللاعبين تاعو مقصود باش ينحي دوموا صالير. وراه مشكور واللاعبين ثاني مشكورين، تسمى سمعوا للمناجر تاعهم. شحال لقيت انت دفعت من الاموال باش خلصت شويه دوم؟ شوف اللاعبين القدامى كانوا يسالوا تاع العام اللي فات يبقاو معنا.